مدرستي حان الأوان وحان أن نفترق. هذه أغنية يحفظها كل الجزائريين تقريبا، يودعون بها السنة الدراسية. لكن في هذه القصة المؤلمة هي عن نهاية حياة وعن حزن تلاميذ على فراق مدرسهم، لم يكونوا يدرون بأنه يفارقهم بلا عودة للأبد. هذا هو المعلم إسماعيل بن شعلال من ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية. عندما اكتشف أنه مصاب بمرض السرطان قرر الذهاب في عطلة للعلاج، عطلة لم يعد بعدها. رحل وقبل رحيله وثق يوم وداعه لتلاميذه، قال لتلاميذه إنه ذاهب في عطلة علاجية وعائد بعدها. دون الدخول في تفاصيل مرضه اختار أن يصور هذا الوداع على أنغام أغنية الحديقة الساحرة. كان الفراق صعبا بالنسبة لهؤلاء الأطفال الصغار ومؤثرا جدا، أحاسيسهم لم تتحمل فأغلبهم انهار في البكاء والحزن. هذا الفيديو سجل قبل 3 سنوات، شاهدوا. الفيديو نشر على حساب المعلم وبقي مغمورا ومهملا حسب على فيسبوك، إلى أن انتشر خبر وفاته قبل 3 أيام فقط. فعاد الفيديو وقصة المعلم لتشغل الجزائريين على المنصات تأثرا، ويعني تأثرا على التلاميذ وترحما على روح المدرس. لتوقفت عند بعض التغريدات من قبل الجزائريين ومن رأى هذا الفيديو، بل قاسم مصران يقول محبة هؤلاء الملائكة ودموعهم ستكون شفيعة له إن شاء الله. وبالنسبة لخلفاوي عصام، هذا دليل على أنه كان مخلصا في عمله، كم هم قليلون مثل هؤلاء، اللهم ارحمه واغفر له. بالنسبة لجين هدى يقول الله يرحمه، ذكرني في والدي رحمة الله عليه، بكى عليه تلاميذه، والله إنه مشهد يهز الحجر، ربي يرفعهم درجات إلى الجنة. ومحمد فضيل حازور ليقول مؤثر جدا هؤلاء الأطفال والتلاميذ، لن ينسوا أبدا هذا المعلم القدير، ربي يرحمه.